مرحبا، لا تروح من بعيد، لا نروح نضيع. والله شو نقول مدام باتر، يعني هسه ضعت مثلا، منعم منعم، يعني انا هسه مثلا ضعت، انت هنا تروح شو تقولهم؟ صيحهم بالسماعات عليه، شو تقولهم يا بابا جعفر؟ قد عمره يعني شنو جاهل؟ قد عمره صغير بعد 70 سنه. لا بس بيها مجال تقول خرافه وبتاع. مثل من مثل من مثل هاي كنا نلعبها ماكو شنو خشب، ثلاث خشبات وبيها بوت برينات ثلاثه وواحد يدفعك. ليش كانت زاويه؟ اي كلش حلو. منعم انت مكسر، انت مكسر كحوف الدنيا على راسك. شعاب لاعب دعابه كنا نسميه خرز. حتى جينا هسه يحشي كله مار عليها كلها مار جينا. اي شلون نسوي؟ ما اعرف ما ادري. تعرف شلون يسوون السوار شعاب؟ هذا كنا نزرفه وخلي بيه رصاص حتى يصير ثقيل ثقيل، تقدر تنيشن مثل ذولا بعض الشرس يلعبون زار. ماكو هاي زار هم يحطوا له رصاص زار. اي والله العظيم يحطوا له رصاص. ليش؟ يا بعدنا اجتماع مهم ودا نناقش امور الدعبويل وال الدوله. دا نناقش امور الدعبويل والعرباين قبل بالعراق ما كنا نسويها. والزار شعاب شعاب ترى كل جيل. اي شعاب ابو داني ترى لا لاعب دعبل لا لاعب شعاب. شو ما لاعب دعبل وشعاب وصور تصاوير. شو ما تشارك بالاجتماع اللي هسه احنا هذا موضوع عندنا وكل اكثر شيء طوبه. مو موضوع هذا كلش مهم هسه احنا حاليا عند الناقشه على الدعبل وعلى شعاب وعلى مزرعه. هذا اشترى واحد. لا هذا هو كان يبيع بيهن بالله سيله. قول له بيش اشتريته؟ هاو ماتش ذس بليز؟ How much do you? $1,000. No, no. 150. 150. No, 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 no. Yes, I know. 500, okay? تعال مو نعطيه $500. ايه دي اشتري منك 150 بيع لنا 500. 450 brand new. Wow, how much? 450. I'm paying 500. والله اليوم ضحك. يريد يرقد. امشي العاملين قبل لو هذا شافنا شنو سود ايش قال؟ قال زواج زواج الهنود. هو اكو هذا المثل المصري. اي وداني اذا تريد ملابس جديده هذول هنا ملابسهم جديده. نشوف ابو داني ايش راح يشتري. هاي يصورك عيني ابو داني ما يصور قابل هسه مصور ابو داني. اقول له ايش راح يسوي؟ قال راح يشتري باصات. لا انا قلت وين قلت قلب منعم اشتري فد يوم اشتري فد شيء. شو اشتري؟ انا بعد عندي اشياء اسا ملابس هنا هاي الغراض يشترونها من مواقع مال البيع. يشترون منها كميات يجون يعرضوها هنا تنباع. ها؟ هو اهم بنوجهم خمسه يعتبر. شوف يعني يا اخت عالية حلو منعم اللاصت شباب اللاصت اكو عندنا واحد اختفى. اكو عندنا واحد اختفى. من عدنان؟ اي يعني هسه واحد من يضيع بالله شو نقول شو نحكي؟ دقيقة خلي يصور مو بعدين تبدل علينا. ايش عندك؟ ابو جعفر عندي بنطلون طويل اذا ممكن اجيبه امك تسوي لي على طولي تقصره. اي اقصر لك يا والله عندي ماكينه وخياطه موجود. صدق ملابسي اي شخص عنده من قرايبنا من ولدنا يعني جهانا كلها ملابس مانو حكي هذا. لا لا صدقني بس تبس بنطلون واحد؟ ليش؟ اذا عندك اكثر يعني حتى تجيب انفدنه. ما شاء الله ما شاء الله. بس كل بنطلون يكلفك $50. ما يخالف من عيني من عيني انت تستاهل المحلات يمنا. اي
اي يعني نفس راس هذا. اي نفس الشيء. طيب على اساس رخيص رخيص. اي نفس الشيء. يابا اللي عنده بنطلون طويل يريد يكفه، عنده قميص يريد قصره. اي انا اسوي، انا اقصر لك اياه. بعد دباو هذا اللابساني هذا انا مسوي. هذا انا يعني اشتريته طويل. تعرف تخليه نادقم؟ ما تقدر. اي دقم. تخلي دقم. هنا يعني تفتح له هنا وهنا. لا هسه هاي. وانا اذا ابي دقم الغيها، انا كوبي عندي قمصان. يعجبني ابو الدقم. يعني قميص يصير في الياخه دقم اني نوبات الغيه. انا قميص اذا مو الياخه ما له عدله ما لبس الا ضربه وجهي. منعم هاي الباكه تتذكر؟ والله هسه بعد هنا بزردومه. لا لا هاي وين؟ فوحة فوحة. هاي. أوه. هاي تمام هاي. هاي الباكة تذكرها قبل إحنا كنا مصورين. هاي شنو هاي ما البافلو هذا؟ أقول لك صدق. هاي كلية هنا أنا. اللحم اشتريته شلون طلع؟ طبعا راح يطلع صوت مع الموسيقى هاي ويلغي علينا الفيديو. هاي حلو. مكان هذا. هذا حلو هذا. ستوريج أو قفص يعني يصير إذا عندك كلب عندك طيور. How much? 125. 180 big. عنده دبل مثل هذا. قد هذا مرتين. 180 دولار. حلو. هو يعني واحد يريد يسوي له قفص مال طيور ما يتعب نفسه. هذا قبل هو جاهز يتفصق يقدر بالبيت يشده قطعة قطعة. هو بكيفك انت تخلي له سقف. ما تخليه لا يصير نايلون السكر. رفاق رفاق ايش تشترون؟ التخيل اشتري مشاطه زين. طبعا يشتري مشاطه هو اذا لا واقع له شعار لها فهو مثلنا راح نصير احنا صلعان. شعره شلونه؟ ذهبي انه فوقها يشتعل ويا الشمس. شلون تعلمت الخياطه؟ شلون تعرف؟ لا تقول لي تجيب البنطلون حتى اسوي لك. بدت وياي من لبست عسكريه. أي. بالجيش يعني كانوا ينطونا ملابس وكنت انزل بالاجازه وكانت عندنا ماكينه اصلا بالبيت وما حد يخيط بيها هاي سنه 1982 بدات وياي فقمت اخيط ملابسي العسكريه اقرمهن شوي شوي تعلمت واستمرت وياي انا وانا احب هالماكينه احبها يعني ما اظن في يوم من الايام اول ما جينا لامريكا بولايه يوتا اشتريت ماكينه جبتها وياي من هناك لي جاي لكاليفورنيا وكلفتني يعني شحن بالطيارة المهم فالماكينة بالبيت عندي فشي يعني لا بد أن تكون موجودة مو ماكينة وإنما مثلا الخيوط بكل ألوانها هاي مناكيك معروف شنو كذا هذا الأدوات مالتها فقمصاني من أشتري هنا يعني قصير مثلك يعني مو طويل القميص يصير طويل علي يعني يصير نشاز من جوا يعني ستة طويل هذا هم يعني مثلا بنطلونك طويل فأقصه وخيطه على ويشان يحير بيه هنا تحير بيه هنا من تروح على خياط تقول له قرم لي هالبنطلون يقول لك 50 دولار لا صدق 50 دولار هذا دولار لا وين هذا على الكاهون على مين شوف بس هذا على طول انا اكفن اي انت تكفه ما تخيط يعني بس النوب اذا تحتاج اني انزي انا اكون اختلف يعني. اذا ماكينه صار بها شيء تعرف تصلحها اي إيه اقدر نوبات شون. نوبات اقدر والله قصه طويله مره من المرات يعني اذا اشتري هسه ماكينه تقدر تشغل لي اياها اشغل لك اياها بس يكون مو بها مثلا اعرف لا يكون بيها. ما بها شيء اي ما بها شيء عندي كنت مره تدور عليها عندي مروورين بي بي سي وايد دولار؟ لا هاي براين عندك فيها براين اي خوش الشيء عندها لا
هذا عدل. هو دائما يكون هذا المربع $1 $2 هذا المربع ب$3 وهذا المرغوب. هذا الكبير؟ اي هذا الكبير. يعني مكانات ماكو. انا راح انطيك ويا برينه واحده مربعه. انت ايش عندك؟ ناخذ شيت من عندي. ليش انت تاخذ منها؟ ليش يوم تجيبه؟ هذا رخيص. هذا وهم جدا والله خير. ما تفتح حسيت تدوس دقمه وتحطها وهاي. هلا ابو داني. اي ابو داني حطشت. اي اشتقت من الحر. نسيت اجيبها حاطه انا بالسياره ونسيت اجيبها. والله المفروض نجيبها. حلوه حلوه نجيبها. هاي بثلاثه. هاي تقول على هاي. اي هاي تاخذ لك واحده. بلا افتحها عشان هي برينه. اي افتح برينه. مو برينه. اي هي هاي مو برينه. هاي اخذ لك شيء من هاي. وهذا احسن. هذا اكثر. تريد اكبر تريد اصغر ما اعرف بعد. انا بكيفك. ست اخذ لك سيت. اخذ لك سيت من هذا. هذا $3. سيت دريلات اخذ. اخذت هذا واحد. هذا مو نفسه. بني نفسه. كله هذا بيه اشكال. هذا بيه شكل واحد. هذا شكل شكلين ثلاثه يعني اربع اشكال. ماشي. وخذ مال دريل. هو هذا مال دريل. شنو مال دريل؟ هذاك بخمسة. ثمانية صارت. هذاك بخمسة وهذا بثلاثة. اوكي. Thank you. عندنا مشروع طبعا. اخذنا شغله مقاوله. عندنا مشروع لازم نشتري براين ودريلات. اتذكر صديقنا ابو فايق كان ويانا بالعراق. من ياخذ شغله يدز العمال يروحون يشترون عرباين يشترون. مو صحيح؟ من ياخذ ياخذ الثندر. تندر شو اسمه؟ تندر. تندر تندر مال المقاوله. اكو مجاهده واكو مناقصه. مناقصه اي. عندك وياه باكيت ماله؟ لا لا ما يحتاج ما يحتاج. انت باكيت يابا هو بلاش وياه. لا يبيع ذاك بفلوس يا معود. ذاك بفلوس بالسيله بلاش. نتراهل من غدا. شوف غدا ايش خاب اجروا المطعم وفضلوا المشكله. ايه نتراهل من غدا. انا في اليوم خابره لميعته ابويا. شفت جوايا وانا ارجع كذا ان شاء الله. ان شاء الله لا نتمشى. ارجع عادي. ابو داني كشاخ درجه اولى وباللبس ماله يعني فدنو يعني مثل تقول عليه قناقينه. ليش؟ لانه القميص ماله يتخبل اذا صار شويه طويل. بنطرونه لازم ابد مو طويل. ابو داني دقيق بهاي الامور كلش. والله هذا على قدك. لا يحب القميص تكون بي بالياخه دقم مثل هذا. جربه جربه. يحب هندي سمول. سمول غريزه ميديم. نو ميديوم. هو اقول لك تعال خذنا عندي. ياخذ ملابس؟ لا ما ياخذ. والله انا نجيب من صدق عندي بنطلون اشتريته من راس جديد يعني. قرمته طوله وكذا وهذا ولا لبسته ولا مره اطلاقا ولا مره. بس قدرته ورحت وديته للثريفت. ما كانوا يتبرعون بالملابس. رحت وديته هو وعندي قديمات لابسها. شايف هذول المكسيكان؟ اي والله العظيم انطيتهم تشيشن كل تشيش. اي صحيح. من تعجبهم وبتشوف قبطان كلها اكس لارج كانت شويه اموري يعني عرفت. هو هنا تحير يعني نوبات تشتري هالحاجه وترغبها بعدين مصيرنا.
السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم بالجزء الثاني لفيديو صوامبيت مع الأخوان اللي مرافقيني بهذا الفيديو. أنا أعتذر لأنه الفيديو طويل كلش يعني لازم أقصه سوي اثنين. منعم باعتبارك أنت مساح قديم وتعرف أدوات مال المساحة. هذا شنو؟ هذا بيشروخ. هذا مال قياس مسافات مال الأرض. بقول لكم مساحة أصلي. شلون مال قياس مال الأرض؟ هذا هو الطول يقيس الطول بدل ما طبعا هذا تمشيه هو رسن عنده بليزر عندهم اجتماع طبعا اليوم على هاي الحاجة وهذا على باب الله سدينا الطريق عليه عندهم مقاولة راح ياخذوها عندهم مقاولة ها هذا شفت التصوير ماله؟ هذا صفرة وتمشي ناخذ التلفزيون ناخذ التلفزيون هذا الكترون ما يقبل هذا زين هذا اشتري يا ابو منعم هي احلى شيء هو هذا ابو البحر ماكو هذا مال هذا الشرخ اللي يقيس ظل صافن شنو هاي؟ اجتماع أربع لجان يعني قال لك يجوز هاي فتح حاجة طلع الثمينة عندي وانا ما ادري من بعيد سلمت عليه وقال يضحك هو جديدة من هاي الملاعيب والله يا منعم شوفه ايش قد حلوة منعم المشكلة هسه الجهال صاروا أكبر من عندنا يعني هاي ما يلعبون بيها يلعبون بالموبايلات بالايبادات والعاب ويطلعون فد برامج ويطلعون فد اشياء يمكن تصعب علينا احنا الكبار هاي الاتاري ما شو يسموه شنو يا اتاري ما شو اي هاي الالعاب مال البلاي والاتاري بس هم اكثر شيء نايمين على الموبايلات نايمين على الموبايل على هذه اللعبه التلفزيون ماكو ابو دان وين هسه الاجتماع صار عندنا على الالعاب هسه No battery without battery no control it needs the control we are remote ضامه I'm gonna sell it like that yes, هو واحد يشوفها مو عنده يو هاف كنترول هاي تشتغل على الريموت والريموت ما عنده بس هيك يعني هذا على المستهلك 40 دولار يس يس ذس فيري جود ذس فيري جود ثانك يو اميغو نايس بيبل هنا ايه هنا ما عندنا مقاوله تعال يابا ياباني هم كباب وهم دريل اي تعال يا ابو جعفر هذا تمام ايش عندنا احنا راح نقطع الاشجار هاي بحزام بغداد وين كانت الاشجار بحزام بغداد؟ حزام بغداد تروح على خان بني سعد هاي قصيناها قصوها بوقتها باعوها بزمن صدام اللي انا اشتغلت فيه غير هذه يسموها بوابات مشروع المسيح فيها هذه حزام بغداد بوابه بغداد اكو على باب ايضا جنب ابو غريب وكل مكان ابو غريب هو اشتغل مقاوله عليها مقاوله اشتغلنا بيها يعني بزمن الاس اس الطير هاي قبل اي فحمات ابو رحيق الدريل نفس هاي الماركه نفس هاي يعني ماركه هو وشحن صغير حجمه يطلع يعني شويه اصغر من هذا بعد والله والنعم من الجاويه اللزمه مالته كلش حلوه بسرعة تدري هذا شنو اي هذه قشتك الواير اذا بيقطع او لا هو ابو رحيق شريد يريد واحد يقيس لك في الحائط اكو خشبه لو لا خشبه اي خشبه اي جو مغلف يعني الحائط بخشب حتى تعلق عليه ستان بالنسبه للتلفزيون ما اي يمكن هذا مو لا هذا هو ميتر هذا لا هذا ولا هذا
تمام موجود. احنا هسه ما راح نشتغل كهربائيات منهم دي المقاوله مالتنا ياخذ واحد مشاريع يستعمله ويرجع لهم يا اي احنا مشاريع عندنا احنا لا احنا عندنا مشاريع يعني هندسيه ما عندنا كهربائيات هو جاي عامل على كهرباء هسه الحديث 2004 يعني شغله صفن الدنيا والله العظيم يتابعها اي هو هذا ايش قد حلو انت من يعني هاي كلها زباله هسه هذه اذا طلع 2004 كلها زباله بديل عنها انت وقاعد هنا تروح تجيب شو تريد يعني شنو اللي ببالك هذا الذكاء الاصطناعي كارثة الذكاء الاصطناعي راح يسوون انسان هذه كلها بالزباله هذه كلها $4 يا هي ها هذا بابسات $4 النبتة بأربعة هاي ب25 وهي مهجنة مهج برتقالة شنو ما بتذكر البرتقال صغير اي مهجن مطاط مطاط اذا نجفي هذا هاي هذا مطاط $5 how much this $5 هاي مره اخذنا من والله بلاش 5 اي اي $5 هذه العنب هذه شنو اخذنا من عنده مش انسايد انسايد بالبيت هو ذاك يبسه هاي $1 لا لا هي لونها هالشكل تريد شيء ابو رحيق مو من هذا اللي ببالي يعني ثانك يو اي عافية هناك يلا ها نروح ابو داني ها هي تعبتوا يلا يمشي يلا جايك يابا تعبنا نروح ما لقيت شو اسمه بس خلنا ناخذ كم صوره مكسيكي ولا لا هم يطبون بسياراتهم هنا ومن يجروا لك مكان انت تجيب سيارتك هاي الشعب ايش يطب بالسبعه بالثمانيه اكو بالخمسه يجون شيء ايش يجي يقول لك ماكو احد افتح على كيفي هذا دا يبيع بس يعني يجي وفود. يعني عجبتك هسه اليوم الطلعة طبعا والله حلوة هاي تقضي وقت واهم شيء تشوف الأصدقاء والأحباب مو صحيح بالتأكيد ايه. بس خلينا نشوف ربعنا ذولاك وينهم ورانا ديبشون بالفتحة له هاي من يقول له انت بالفتحة الخامسة ما ادري مو بالفتحة الخامسة اي مال النجر هاي هسه احنا همينا بالفتحة الخامسة يمكن ابو داني يمكن عندهم مؤامره يتامرون عليه لا هي على مال المؤامره على يعني دي ينسقون مال باوعهم ما ادري ايش يسولفون عندهم تنسيق مال رهن اي منا مشتغليه ما رجع لك يا فانت يعني من اذا تعطيهم حسابنا فارغ احنا يجينا الراتب ماكو راس شهر يفرغ بنفس الايام ما عندنا لين رصيد كبير شوفه شلون شون دي صورنا اويلي تموتون على الفلوس الشياب بس تعرفون على الفلوس منين فلوس هو راتب يجينا راس شهر ينتهي ايش قد راتبك؟ راتبي 800 هاي من يقصون الايجار من عنده يبقى 800 لا يا معود هو 800 يقصون الايجار 500 يبقى 300 حساب مال صدقتنا علمنا من اللي جات تدفن علينا صدق؟ معود حكومة الأمريكية هسه بالجديد 1133 اي تاخذ انت 1133 اي عندي ايش اسمه اقساط مال التليفون اي عندي اقساط مال التلفزيون اي عندي اقساط مال شنو بالله وايد اشياء بعدين نكمل اي بعدين نكمل يلا
هم نصعد. نصعد يلا صعد. تصعد منك يوم منا. راح نبيع السيارة نشتري سيارة أكبر. شوية قدمة. لأن العائلة كبرت. العائلة كبرت. اسحب شوي لقدام. قصدك هذه هي. لا مو هذا. كله من جوا من جوا. من قدام فين قدام. بعد شوي كافي. ها. تعيش. كراعانات طويلة. وداني. هاي طويلة. ايش قد يبقى لك من الراتب؟ ما يبقى شيء، دا اقول لك بداية الشهر كله استجواب هو خلصت. ايه حتى يفضحنا قدام العالم. لا عاد تدفن علينا. يلا. تدفن اخوان مو مثلك دفانة. هسه بالقواطي. منعم هسه اريدك تقول لهم خليكم ويانا وليتس جو على قياس التلفزيون. وإلى هنا ينتهي برنامجنا ونحن ذاهبون إلى بيت علي بيت عدنان أبو رحيق لقياس التلفزيون ماله وإحنا خسارة وهو خسار غدانا اليوم الأربعاء ماشي يلا let's go let's go let's go